السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر. أصداء التدخل الأمريكي المرتقب هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. أمريكي المرتقب، أصداء كثيرة سمعناها في الأيام الماضية، واليوم سنحاول أن نشرح ماهية هذا التدخل. رحبوا معي بضيفي في الاستوديو الشيخ ثائر ستار هندي، أمين مجلس العشائر العربية. أهلا بك شيخ ثائر. أهلا. حياكم الله. وأيضا سينضم معنا النائب أحمد الجبوري عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى. أبدأ معك شيخ ثائر، وما سر هذا التهليل والفرح بالتدخل الأمريكي من بعض الجهات السياسية والعشائرية في العراق وتحديدا أبناء السنة؟ تفضل. نعم، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. التهليل والترحيب بالقوات الأمريكية نابع عن شيء، أنه السنة وصلوا إلى حالة عدم الوجود في العراق، وصلوا إلى حالة أنه تهديد وجودهم بالعراق كله. فأي منقذ يجينا، مو بس الأمريكان، أي منقذ يجينا نرحب به، يعني لا أكو ثقة بهاي الحكومة، ولا أكو ثقة بالبرلمان، ولا أكو ثقة أنه تصلح الأمور. نعم، فنهلل ونرحب بكل من يدخل لإنقاذنا. احنا ما مرحبين باحتلال، احنا مرحبين بإنقاذنا، لأن اللي جاي يصير بداخل البلد جاي يهدد وجودنا، مو يهدد أنه أعمالنا أو مناطقنا، لا، يهدد وجودنا. وصل السني لحالة يا أما أنه يهجر أو يهاجر أو يقتل أو يعتقل أو يتشيع. وهذه الشعرة أو القشة اللي كسرت ظهر البعير وخلتنا في مأزق، أنه نتمنى أي إنسان يجينا هسع من الخارج حتى ينقذنا. ونتمنى كنا أنه العرب يتدخلون قبل الأمريكان، كنا نتمنى التحالف الإسلامي يتدخل قبل التحالف الدولي. مو هو هذا نفس السيناريو تقريبا اللي طرح قبل 2003 وصارت عليه مؤتمرات، ومؤتمر لندن ومقرراته، وتم غزو العراق؟ لا، مو نفس السيناريو. لا، نفس الطريقة. أنا خالفك بهذه. ليش؟ لسبب. أولا كان العراق وحدة واحدة، وكانت أكو حكومة وأكو وطن اسمه العراق. هسا جيب لي شنو الموجود من الوطن هذا؟ هل بقى الوطن هذا؟ كان العراقي يطلع برا هو اسمه عراقي، ما يسمى هذا سني، هذا شيعي، هذا تركماني، هذا كردي، هذا صابي، هذا يزيدي. كان العراق له سيادة، وكان العراق وإن كان أكو شك بموضوع أنه بعض الظلم حصل، وهذا ماكو دولة تخلى منه، بس ما حصل مثل ما حصل الآن. أعطينا خسائر خلال 2000 من 2003 إلى الآن أكثر من 2,000,000 شهيد عندنا. خلال هذه السنين المضت عندنا أكثر من 500,000 يتيم، عندنا أكثر من 800,000 أرملة. مصايب عندنا إحنا بالبلد. وين البلد؟ أقدر أروح أنا إلى البصرة هسه؟ لا، مرة تقدر أنت تروح سامرة، أنت ما تروح. هاي سامرة ديارنا، ما نقدر نصلها، محتلة. لا حدا يقول لي إنه هذه قوات تحرير. هاي تحرير، هذا تحرير اللي صار لهم سنة ونص يمنعون الناس. أي حكومة اللي تكيل مكيالين وتقسم الشعب على فئات، انه هذا سني وهذا من العامة وهذا يزيدي وهذا كردي، اي حكومة؟ طيب، اي بلد تحكي عليه؟ طيب شيخ ثائر، منك انتقل الى ضيفي من عمان، النائب احمد الجبوري. اهلا بك سيادة النائب. نعم، يبدو هنالك مشكلة. عموما شيخ ثائر، بالعودة اليك، هذه القوات التي تأملون أن تدخل، أليست هي ذاتها القوات التي دخلت عام 2003؟ سأعيد السؤال بطريقة أخرى، وأدخلت معها النخب، أغلب النخب السياسية التي تحكم البلد اليوم؟ نعم، فرقة 101 المجوقلة هي نفسها دخلت البلد، وأدخلت اللي كانوا هاربين من العراق، واللي كانوا متسولين كلاجئين بباقي الدول، وجعلتهم فوقنا بكذبة أحمد الشلبي وما روجه أحمد الشلبي.
كل اللي حضروا إلى العراق هم أناس مرتبطين بدوائر وعدهم أجندات خارجية. قل لي أيهم العراق اللي إجى من عدهم؟ طيني واحد عراقي ما عنده جنسية أخرى. إلى الآن ما خلوهم جنسيهم. كان مضطهدا وهو في الأصل عراقي وقد خرج من العراق نظرا لاضطهاده، لو كان مرتاح ما طلع من العراق. أكو مقولة عند أهل الناصرية يقولون صدام حسين مو زين بس أنتوا سويتوا نبي، على المسؤولين الموجودين حاليا مو علينا. المسؤولين اللي جونا من الخارج كان واحدهم يتأمل أن يكون موظف بتربية بدائرة، أصبحوا وزراء من لا شيء، أكثرهم شهاداتهم مزورة، أكثرهم ناس نفعيين انتهازيين مرتبطين بدوائر مخابرات خارجية ومرتبطين بدول خارجية. هاي هو اللي ما عنده جنسيتين، اللي عنده جنسيتين ولازم البلد هو نفسه. أي ولاء للبلد هذا؟ أي مسؤول يطلع عليه ملف يدير وجهه ويروح للبلد الثاني؟ السوداني فلاح السوداني وزير التجارة السابق سرق وطلعت عليه ملفات، دار وجهه وراح لندن. قدر أحد يروح يجيبه؟ قدر أحد يرجع الأموال اللي سرقها؟ طيني أسمائهم كل المسؤولين السابقين. نعم شيخ ثائر، أسمع رأي أيضا النائب أحمد الجبوري، يبدو أنه جاهز معنا. سيادة النائب أهلا بك في برنامج الشعب ينتظر في إطلالة أولى. عفوا سيادة النائب إن كنت تسمعني. أسمعك واضح، تفضل. أهلا بك في برنامج الشعب ينتظر. نعم تفضل أسمعك. سيادة النائب، يعني أريد أيضا أسألك نفس السؤال تقريبا، يعني سر الفرح والتهليل بالتدخل الأمريكي من بعض الجهات السياسية والشخصيات العشائرية في العراق خاصة من أبناء المكون السني، ما سر ذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكل يعلم أن ما يمر به العراق هو نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ومخلفات الاحتلال وإفرازاته من إرهاب وطائفية وقتل ودمار وفساد، كان سيناريو ممنهج ومنظم للاحتلال الأمريكي. الاحتلال بعد عام 2003 بدأ يركز على تقسيم العراق من خلال إيجاد فقرات ضمن الدستور تبيح للمحافظات أن تقوم بإدارة نفسها بعناوين الأقاليم، وهذا الموضوع رفض من قبل المناطق في المحافظات الشمالية والغربية، لا سيما محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وبالتالي يعني الاحتلال الأمريكي عمد إلى موضوع آخر وهو عملية التقسيم الخشن من خلال إيجاد عصابات داعش وما أفرزته من تغيير على الخريطة الجغرافية وعلى الواقع العراقي. طبعا ساهم في ذلك فساد وسياسات الحكومات المتعاقبة ومزقت النسيج الاجتماعي للمكونات الشعب العراقي. وعلينا أن نعترف أن الأمريكان يعني لا تهمهم مصلحة أي من العراقيين شيعة كانوا أم سنة، لكن يهمهم أن يستمر سيناريو التقسيم من أجل حماية الكيان الصهيوني، وهذا الأمر واضح وجلي ولا يستطيع أحد ينكره. أما بوجود بعض الشخصيات التي ترحب بمجيء القوات الأمريكية أو التركية أو الأجنبية، فنقول أن هؤلاء هم إمعات للاحتلال وهم لا يمثلون تلك المناطق، وسنتعامل مع هؤلاء الشخصيات كما نتعامل مع عصابات داعش، نرفضهم رفضا قاطعا ونقول لهم أصمتوا ولا نقبل أن نستبدل احتلال داعش باحتلال آخر سواء كان احتلال أمريكي أو تركي أو أي احتلال كان. نعم جميل. شيخ ثائر أسمع ردك على كلام السيد النائب. السيد النائب تحية لك طيبة. سيد النائب
أتوقع أنه الاحتلال هو من أتى بك وبأمثالك وبالحكومة هذه وبكل وزرائها، هم الأمريكان جابوهم. هاي أولا. اثنين، داعش أوجدها حكومتك السابقة نور المالكي اللي هرب من سجن أبو غريب وسجن بادوش وسجن تكريت، هرب الدواعش الأصليين واللي كانوا منتمين إلى القاعدة. نور المالكي وحكومتك اللي تتكلم عنها، اسمح لي استاذي، اسمحنا خلينا نسولف، اسمع شو يقول واقدر ارد عليه. هسه ترد براحتك، عود رد. احنا هذا الموضوع مال الاحتلال اللي تحكي بيه، نحمل الاحتلال مسؤوليه اخلاقيه اولا. اثنين، هذا الاحتلال هو من اتى بمالكي وغير المالكي اللي خلونا نصير سنه وشيعه واكراد ويزيديه. الاحتلال من أتى بكم وبأمثالكم لحكم هذا البلد العريق اللي عمره 7000 سنة وتالي انحكم من حثلات المجتمع. شيخ ثار، على رسلك، يعني الموضوع ليس هكذا، الموضوع هو وجهة نظر. أوكي، يعني هنالك من يطرح وجهة نظر، من يتهمنا أنه إحنا مثل أمثال داعش. منو ماسك الحكم من دخل داعش؟ مو هم ماسكين الحكم إخو، ما إحنا شيوخ العشائر لو المجتمع ماسك الحكم، هم ماسكين الحكم. منو هرب أبو غريب؟ منو فرغ أبو غريب من أصحاب القاعدة وجماعة القاعدة وربعهم؟ هم فرغوا. منو هرب من بادوش؟ هم هربوا. سجن تكريت هم هربوا. من أوجد داعش عندنا؟ بعد نجاح المظاهرات السلمية اللي صارت بالعراق هدونا داعش وأعوانهم، وداعش معروفة من أسسها، أسست المخابرات. أي مظاهرات سلمية تقصد؟ المظاهرات اللي وقفت سنة كاملة على الشارع تطلب بمطالب بسيطة وممكن تحقيقها، العدالة والمساواة وإطلاق المظاهرات التي يراها اليوم أغلب أبناء السنة أنها قد سيقت فيما بعد لتحقيق مآرب لسياسيين وشخصيات اعتلوا المنصات وتكلموا بكلام ربما يكون خشن على أي حكومة. نعم، أنا وياك بهذا الرأي، أنه المظاهرات سيست بالفترات الأخيرة وركبوها نفسهم اللي موجودين ما بالحكومة. الفائدة إذن؟ الأمور بخواتيمها. لا لا أخي، لا لا أستاذنا العزيز، ما الفائدة أستاذنا العزيز؟ أولا المظاهرات الناس طلعت بدون وعي وطلعت إلى مطالب شرعية. كيف بدون وعي؟ كيف بدون وعي؟ أحكي لك، الناس بعد ما صابها الضيم والظلم اللي حدث من الحكومة للشعب وصارت الاعتقالات واتهموا الناس بالباطل والمكون السني بدأ ينتهي من الظلم اللي حدث، انترست سجون اللي موجودة حاليا كلها من السنة والمعتقلين من السنة والإعدامات مشتغلة عليهم والتهم مشتغلة عليهم والاجتثاث مشتغل عليهم، وهي هم يعجبون يكتبون عليها تقرير عن طريق المخبر السري ويأخذونه. هذه الناس بزعت من هذه 12 سنة احنا على هذا الحال، طلعت الناس تصيح هسا ما راد نشيل الناس، وهم نفسه هو وحكومته طلع المالكي رئيس الوزراء يقول ممكن تحقيقه، ليش ما حققتها؟ نوب يطلع لنا فقاعة وتالي طلعت الفقاعة، هو طلع 8000 مليار مبيوق من الحكومة، إذا عضو برلمان ما يعرف شكو بالدنيا، هو منين مدياله؟ من الموصل هذا العضو، من الموصل. الموصل شلون دخلوها داعش للموصل؟ بس خليته يقول لي هو وربعه اللي كانوا ماسكين الحكم بالموصل والقيادات الأمنية اللي موجودة بالموصل، أشوري إلى الآن ما تحاكم واحد من القيادات الأمنية، إلى الآن ما نحكم واحد من المسؤولين، إلى الآن ما طلع التقرير الحقيقي عن سبب سقوط الموصل بيد داعش. زين، أنتوا صار لكم أنت نائب عن الموصل، هل تعرف أحداث الموصل داخل الموصل الجاي يصير؟ اللي جاي يصير أخاف ما تعرف. أهل الموصل جاي يقاومون وأنت قاعد لي بعمان، أهل الموصل جاي يقاتلون وينطون ضحايا وأنت قاعد لي بعمان وغيرك قاعد لي مدري وين. تقول لي تدخل عربي وتدخل تركي وتدخل ما أعرف إيش؟ لا، إحنا نطلب تدخل عربي أولاً لأن إحنا امتدادنا عربي وإحنا من ضمن أمة مو من ضمن طائفة اللي ما أعرف أنت لمن منتمي لها. هاي واحد. اثنين، إحنا امتدادنا إسلامي حقيقي مو إسلام مذهبي وتطرف. ثلاثة، إحنا عمقنا العرب وليس العجم، عمقنا العرب. لم يأتك المدد الآن من عمق عربي لكي تقول العرب شيخ ثائر، المدد هذه المرة أمريكي. ما يخالف، أنا وياك، وإحنا نلوم العرب ونلومهم من أول يوم ونلومهم سبب دمارنا إنه كان هم مواخاف تصير مثل دعوت على عمري فمات فسرني وجاء أقوام بكيت على عمري. لا 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 لا، لا نبكي على عمري وخلينا بيدي أنا ولا بيد عمري. خلينا نروح إلى فاصل شيخ ثائر. رحتك. فاصل مشاهدينا ثم نعود وإياكم لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم. ما زلنا في هذه الأصداء العالية
من التدخل الأمريكي المرتقب. وشيخ ثائر، هذه الطروحات التي طرحتها بقوة، ربما هنالك من يلومك وربما هنالك من لا يلومك، في كلتا الحالتين الشعب ينتظر وينتظر حلا. أعود إلى سيادة النائب أحمد الجبوري. سيادة النائب إن كنت تسمعني، أولا أريد أن أعرف من هذا الشخص اللي معاك، لأن أنا مدى أشوف صورته، أريد أعرف اسمه. الشيخ ثائر ستار هندي، أمين عام مجلس العشائر العربية، من أبناء سليمان بيك. يعني الصوت مو واضح، وأنا ما قدامي تلفزيون. نعم، شو اسمه الشيخ؟ شيخ ثائر ستار هندي، من أبناء قضاء الطوز، أبناء سليمان بيك. على كل حال أنا ما أسمعه، بس هاي الأصوات اللي أهلا وسهلا. أولا طبعا هذا الخطاب اللي سمعناه هو نفس الخطاب المأزوم اللي سمعناه قبل أن تدخل داعش إلى الموصل وإلى الأنبار، وهذا الكلام كلام مهزوم جدا، ولا يمكن أن نربط تلك الأيام بهذا اليوم. اليوم الوضع مختلف، اليوم نحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، والكلام بهذه الطريقة هو كلام يعني جدل بيزنطي وسئمه الناس. فأتمنى من يتكلم بهدوء، وعضو البرلمان إذا يتكلم عني أنا أعرف كل شيء، أنا نائب لدورتين وأهلي جابوني وما أنتمي الحزب للأحزاب اللي وصفها. فمن يتكلم خلي يتكلم بهدوء وبرزانة حتى نستمر بالحوار. نعم، أما إذا نعم، استمر نعم بهذه الطريقة لك ذلك سيادة النائب، لك ذلك وفق إدارة الحلقة، لك ذلك، تفضل. يعني أنا ما أعرف، يعني وأنا سمعت بأن يعني هو مع عودة الأمريكان، إذا يعني ما يخونني السمع. نعم، هو يقول نحن مع أي قوة. سيادة النائب، هو يقول نحن مع أي قوة تنقذنا من الوضع الذي نعيش فيه الآن، وربما هو مصيب في بعض الأمور. اسمح لي، واضح واضح واضح. نعم، يعني هذا مشروع عودة الأمريكان والإقليم السني هو مشروع خميس خنجر وأسامة النجيفي، وهذا مشروع الأمريكان مشروع بايدن، وبالتأكيد يعني هذا الكلام هو ما يمثل، يعني يمثل نفسه. هذا الكلام لا نقبل به إطلاقا. اليوم احنا ما نستبدل داعش باحتلال أمريكي أو احتلال تركي. البديل، هذا المشروع معروف، البديل سيدي العزيز، البديل من عام 2011. نعم نعم نعم، جميل جميل ما قلته، جميل. خلينا نكمل، خلينا نكمل. نعم، الفكرة، خلينا نكمل الفكرة وبعدين نكمل. نعم، بال 2011 ظهر مشروع الإقليم السني من لندن، عندما زار السيد أسامة النجيفي لندن وطالب من هناك بإقامة الإقليم السني، ودعم هذا المشروع بايدن ومن حوله اللوب الصهيوني، والتمت على هذا المشروع والتفت حوله كل الأبواق اللي تصدح بأن العراق لا يمكن أن يتعايش. نعم، وأن يعني خلاص بعد ما التعايش بين مكونات الشعب العراقي هو مستحيل. هذا الكلام هو ما يريده أعداء العراق، وما يريده الكيان الصهيوني، وما يريده الذين يسعون إلى تقسيم هذا البلد. داعش ستخرج والعراق سيبقى موحدا من الشمال إلى الجنوب. سيادة النائب، تكلمت لنا عن ما يريده أعداء العراق، تكلم لي عن ما يريده أحباب العراق. والسنة سيذهبون خارجا. نعم سيدي العزيز، سيدي العزيز، إذا سمحت لي سيادة النائب، الذين لن يسمحوا لبلادهم أن يقسم تحت هذه الأجندات. نعم سيادة النائب، هذا الكلام جميل، لكن أنا أسأل، ما البديل؟ ما البديل عن كل هذا اللي طرحته حضرتك الآن؟ طرحت أنه هؤلاء هم أصحاب مشروع معادي ربما للعراق بوجهة نظرك، فما البديل الموضوع الآن لمواجهة كل هذه الأمور المأزومة التي يعيشها العراق عموما وأبناء المكون السني خصوصا؟ يعني يا أخي العزيز، أولا أبناء المحافظات في نينوى والأنبار وصلاح الدين لديهم ممثلين منتخبين من الشعب، من أهل نينوى وأهل الأنبار وصلاح الدين، اللي هم النواب وأعضاء مجلس المحافظة، وهم المخولون باتخاذ أي قرار.
سواء القبول بقوات أو خلاف ذلك. أما الذين يخرجون علينا بالفضائيات من هنا وهناك فهؤلاء لا يمثلون أحد، من انتخبه الشعب هو الذي يمتلك حق التخويل في ذلك الأمر. هذا الأمر واضح وجلي، ولذلك نقول هناك نواب وأعضاء مجالس محافظات ومن يمثلون هذه المحافظات، وعند اتخاذ هذا القرار هم أصحاب الشرعية في ذلك، ولا يحق لغيرهم من التجار والأبواق المأجورة أن تتكلم باسم هذه المحافظات. وأتحفظ على كلمة السنة والمكون السني، أنا عراقي ولا أقبل أن أكون أقلية. جميل. ويجب أن يعرف الجميع بهذا الموضوع، سيتعافى العراق من الاحتلال ومن إفرازاته ومن داعش ومن الطائفيين ومن الخونة. طيب شنو رأيك سيادة النائب اليوم اتحاد القوى، تحالف القوى، إذا سمحت لي، تحالف القوى اليوم أغلب تصريحات نوابه ترحب بالتدخل الأمريكي، شنو رأيك اليوم أنه العشائر العربية في صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالة التي تعرف أخيرا أزمة المقدادية فجرت ربما بركانا وأدت بسياسي ديالة إلى طلب تدويل الأزمة، فكل هذه الأصوات التي تنادي بتدخل عاجل وسريع في العراق يعني لا شيء، حلقة في فلات، رأيك فقط هو الرأي الساري والسائد عموما. يعني اولا انت تقول اتحاد القوى وكانك ناطق باسم اتحاد القوى. لا 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 لست ناطقا، لدي الوقائع، لدي الوقائع سيدي العزيز، لدي الوقائع. خلينا نكمل. نعم لدي الوقائع، هؤلاء نواب عن تحالف القوى ثلاثة صرحوا. اسمعني خلينا نكمل. اولا اتحاد القوى، انا باتحاد القوى واني قيادي باتحاد القوى وعضو هيئة سياسية، احنا ما اتفقنا على هذا الامر. يطلع لك نعم ربما شخص يعبر عن رأيه، لكن ما وقع 40 واحد او 30 واحد وقالوا تعالوا هاي التواقيع مال اتحاد القوى. اتحاد القوى صار مجموعة من الكتل التي تمثل هذه المحافظات، نواب هذه المحافظات المنكوبة والمبتلية بداعش ومن اتى بداعش. هذا الكلام غير صحيح. اما تقول لي عشائر اليوم، أنا ما أقدر أقول لك واحد طلع يمثل عشيرة الجبور هو يمثل الجبور، مستحيل هذا الكلام. تطلع أصوات هنا وهناك ربما مهزومة ربما مأجورة، لكن هذا الكلام لم يصح. اتحاد القوة فيه 59 نائب، إذا يطلعون 2-3 يقولون نريد تدخل دولي من بعض المرتبطين بهذا المشروع، مشروع خميس خنجر، نقول خلاص هذا اتحاد القوة يعني طلب قوات أمريكية وتدويل وطلب إلى آخره. هذا الكلام يعني لا يمكن أن يقال بهذه الطريقة. سيادة النائب، ما هو أيضا نائب مثل حضرتك، حضرتك الآن تقول أنا نائب منتخب وهو أيضا نائب مثل حضرتك. وعموما راح أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو الشيخ ذائر ستار هندي، لكن بعد ما نأخذ فاصل قصير، فاصل المشاهدين ثم نعود وإياكم لإكمال حلقتنا. ما زلنا مشاهدينا في أصداء التدخل الأمريكي المرتقب، وبالعودة إلى ضيفي في الاستوديو الشيخ ثائر ستار هندي. شيخ ثائر، قبل الفاصل كان هنالك كلام من النائب أحمد الجبوري عن محافظة نينوى، وأكد أن ليست كل الأصوات التي تظهر على الساحة هي أصوات ممثلة لأبناء مناطقها، حتى ليس بالضرورة أن يكونوا برلمانيين. قال هنالك شخص أو شخصين ربما مرتبطين بجهات قد يصرحون هنا وهناك، بالتالي هذا الموقف لا يحتسب على طيف كامل، خاصة الطيف السياسي تحالف القوى تحديدا. أخي الكريم، أولا خلي يسمعني هو ويسمعوني كلهم، الشيوخ والعشائر باقية والحكومات ونوابها طالعين، باقي لهم سنة، أقل من سنة إذا بقى واحد من هذول، فلا نشوف واحد منهم. أولا. اثنين، يعني هم عندهم ميزتين مهمات، عندهم ميزة التقول والكذب وعندهم ميزة الفساد. من يقول أني دعيت بالإقليم، أساسا أني لا تكلمت بالإقليم ولا أنت تكلمت بالإقليم، ليش التقول على الناس يا أخي؟ بطلوا هاي السوالف مالتكو. ثاني شيء الإقليم، قماني كتبت الدستور ولا السيد المذيع كتب الدستور؟ اللي كتب الدستور حضرتك وامثالك
ومن تتبعه نور المالكي وغيره هم اللي كتبوا الدستور. انتم الحكومة اللي جابتكم الامريكان. دعك من الرد الشخصي شيخ. لا مو شخصي. هذا الاقليم. أخي الاقليم. نعم. من يقول للاقليم حتى اذا نادينا بي احنا. حتى اذا نادي. هم كتبوا خماني كتبته. من حقنا احنا من يصير اقليم. لكن الذي لكن هنالك صوت وطني يتخوف من موضوع الاقليم. اخي من خالف. هذا من حقه. صوت الوطني من يكون صادق في طرحه. صوت الوطني من يكون حقيقي يمثل اهله. انت لا تستبطن الخلق لكي تدرك هل هو صادق ام كاذب. الرجل نائب وموجود في البرلمان العراقي ولديه صوت وقد انتخبه ناخبون ويقول لك انا نائب لدورتين. باي انتخابات؟ بالتالي الانتخابات المزوره المضت هي الدنيا كلها. هم بلسانهم يقولون انتخابات مزوركم. معنى عجينا هم بلسانهم بمنظماتهم بحكوماتهم بأحزابهم. من يقرر اليوم عن العراق إذا؟ هذا من يقرر عن العراق شيخ ثائر؟ الشعب إذا كان شيخ العشيرة لا يعترف بالنائب، وإذا كان النائب لا يعترف بشيخ العشيرة، وإذا كان هؤلاء لا يعترفون برجل الدين، وإذا كان رجل الدين لا يعترف بهم، إلى من يلجأ المواطن؟ الشعب ضاع. إلى من يذهب المواطن؟ المواطن إلى ناسه، وإلى ناس اللي ما طلعت من العراق إلى الآن وجاية تنادي. أنت تراهم شيوخ العشائر وهو يراهم أعضاء مجلس النواب الذين انتخبوا. شنو قدموا لنا أعضاء مجلس النواب؟ صار 8 سنين، صار لنا 13 سنة قدموا لنا مجلس النواب. أشوف كل قراراتهم فاشلة وكل قوانينهم هي ما مطبقة. اللي يكتبونها يرجعون يعارضونها، هم يقررون. هم دقيقة تعايش اللي يحكي عليه ويقول إحنا نريد التقسيم بهذه هم ما صدقوا، لأن إحنا عشائر موجودة بالشمال وموجودة بالجنوب. عندنا هسعاني مثل هذه العشائر، عندنا ناسنا بالجنوب شيعة وما عندنا مشكلة. المشكلة بالسياسيين، المشكلة انه هذول اللي جونا هم ملوك الطائفية اللي هم خلقونا الطائفية بأعمالهم بسياساتهم بكلامهم الطائفي. رجعونا 100 سنة لورا، يا 100 سنة رجعونا قبل الإسلام. ثلاثة من يقول قميص الخنجر، الرجل أنا ما عندي علاقة بيه وأساسا ما ملتقي بيه بحياتي. يا أخي ليش تجيب طار الرجل؟ عندك شي مشكله ويا انت ويا روح حلوها. تريد تجيب طاريه حتى بلش تسمعك بالتلفزيون تعدز لك كم فلس تسكت؟ لا يا اخي شيخ ثائر، يا اخي هذول الناس دمروا البلد. ثائر. النواب اللي دا يتكلم باسمهم هو رجل الابل. اخي اعطينا مجال. هذا الموضوع مصير بلد. اديال انذبحت، الطوز سليمان بيج انذبحت، البيج تهدمت، المسمن باق، كشيفه، يثرب، عزيز بلد، الرمادي تدمرت، ما بقت مدينه، ما بقت مدينه عامره بالسنه. اي نائب واي شيء اللي يحكي به هو، اي قانون واي دستور اللي يحكون به هم. يقول لي بيش ينقذون الناس؟ ايش قد اللي اعتقلوهم بسيطره بجيبس قليل. هو شخصا واي نائب من كل النواب يقدر يطب المخيم هالساعه بهاي المخيمات اللي موجوده؟ خليه يروح يلتقي بالناس. الناس تدمرت عمي، شوف القتله اللي صار عندنا، شوف الخطف اللي جاي يصير عندنا. الى الان مناطق كامله انمسحت من وجه البسيطه اذا هو ما يعرف. هذه مناطق اللي بأطراف الموصل وجنوب الموصل اللي احتلها داعش. داعش احنا دخلنا، مو انتو حكومة برلمان، شلون دخل داعش؟ اطلع احكي يقول منو كان المسؤول على دخول داعش؟ من يتحمل المسؤولية؟ سيادة النائب. نعم سيادة النائب، سيادة النائب ان كنت تسمعني. يعني السيد اسمعك واضح تسمعني؟ اسمعك جيدا سيادة النائب، تفضل. أنا بس توضيح للضيف الكريم، أنا جماعة الإخوان جابوا لي العنوان مالتي أمين عام مجلس العشائر العربية ثائر ستار، الشيخ ثائر ستار، وأنا يعتز بي وأقول له أنا طبيت العمل السياسي بال2010 وانتخبتني عشيرتي بال2010 بال2014، فيعني من يتكلم خلي يتكلم بهدوء وحتى نحفظ للناس مقاماتها. جميل يعني معناها حضرتك وصلت عن طريق يعني الوسط العشائري، ما اختلفنا بأن أكو إشكالية بالدولة. نعم. لا يعني أنا أيضا عشيرتي جابتني، وعشيرتي يعني ما أزعم بس هي أكبر العشائر يعني، وأعتز بها وأفتخر بها مثل ما أفتخر بعراقيتي. فيعني لي يحول الأمور بأن أنا ما أحترم الشيوخ وما أحترم هذا الكلام، يعني كلام تهريجي وما أسمح به. موضوع العراق بإشكالية، واليوم هاي الإشكالية موجودة من عام 2003 ولحد الآن، وأنا أتفق مع الطائفية المقيتة هي اللي يعني وصلت العراق إلى هذه النتيجة الكارثية،
والعراقيين هم أخوة متعايشين من الشمال إلى الجنوب، لكن الاحتلال ومن جاء معه فرضوا الأمر الطائفي في العراق، والحكومة بنت على أساس طائفي، وقبلها مجلس الحكم، ولحد هذه اللحظة الحكومة تدار بأسلوب المحاصصة. وأنا أتفق مع ما قاله بأن الحكومة هي حكومة محاصصة لا تمثل الطوائف ولكن تمثل الأحزاب التي لبست رداء الطائفية ورداء الدين، وكل مصايبنا ومشاكلنا من وراهم. أتفق معه. جميل. في هذه الفقرة فقط. أما يعني أن نحور الأمور باتجاهات أخرى وأن لازم إحنا خلاص بعد ما يصير لنا حل ولازم كل واحد يروح بصفحة ويتقسم البلد ونرضى بالأمريكان، الأمريكان ما يحبون العراقيين، لا يحبون السنة ولا يحبون الشيعة ولا يحبون الأكراد، يحبون مصالحهم، وهذا الأمر واضح جدا. أما إحنا سبيلنا وخيارنا ما إلنا إلا نقف ونتوحد ضد الدواعش وضد الاحتلال وضد الطائفيين وضد الفاسدين، وما عندنا غير سبيل آخر إلى أن يعود العراق ويتعافى ويولي الله علينا خيارنا بعد أن يزيل شرارنا. هذا الأمر واضح جدا. يعني اليوم إحنا خلنا نكون واقعيين، نمر في أزمة كبيرة، عندنا أزمة أمنية، أزمة اقتصادية، أزمة إنسانية، عندنا نازحين، عندنا محاصرين، لكن ماكو أحد يحل مشاكلنا إذا ما إحنا نتفق بيناتنا. لا أمريكا ولا إيران ولا تركيا ولا السعودية ولا أي دولة حريصة على العراقيين إذا ما هم بنفسهم يجون يقعدون ويحلون مشاكلهم. هذا الكلام يعني يوجه إلى السياسيين وإلى أصحاب القرار وإلى رجال الدين وإلى شيوخ العشائر. جميل. جميل. الأصليين طبعا جميل. كلهم زوارين. جميل. 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 هذا الكلام جميل أن يفهمه الجميع. نعم سيادة. أما اليوم إحنا اليوم إحنا نجي ونخلي نقول خلاص إحنا وصلنا إلى طريق مسدود وبعد ما يفيدنا إلا التقسيم، إلا نتقسم سنة وشيعة. زين ما عندي مناطق تقسيم. من جاب فارة التقسيم؟ انت ليش تجيب فارة التقسيم وما حد محاسب التقسيم؟ شيخ ثائر اخي الكريم، شيخ ثائر هو لم يتكلم يعني هو وربما يقصد ان التدخل الامريكي سيؤدي الى التقسيم. استاذنا الكريم شيخ ثائر له وقته، له وقته، كله هو خلاص تنوع، له وقته بشيعة وبسنة وبمكونات وبتركمان، وين تروح بيه؟ فالكلام عن التقسيم وعن المشاريع الأجنبية هي باطلة. يعني أنت تقصد سيادة سيادة النائب أنت تقصد بالضبط أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى تقسيم العراق، نعم أم لا؟ التدخل الأمريكي سيقسم العراق بنعم أم لا؟ يعني التدخل الأمريكي البري بالتأكيد سيقسم العراق. طيب اليوم السيدة لقاء وردي، السيدة لقاء وردي ماذا تمثل في تحالف القوى، عضو تحالف قوى أيضا معك، طالبت اليوم بوجود قوات برية تشارك في عمليات تحرير الأنبار، معللة ذلك ناطقة باسم اللجنة التنسيقية. جميل. وهي أيضا جزء من تحالف القوى. تنسيقية. نعم أعرف جيدا. هي والسيد رعد. نعم هي والسيد خالد الفردي يتقاسمون باسم اتحاد القوى. يا سيد العزيز، يا سيد العزيز، أنا أعرف صفاتهم، أنا أعرف صفاتهم. السيدة لقاء وردي هي والسيد خالد الفرجي يمثلون الناطقين باسم اللجنة التنسيقية، وهم الاثنان جزء من تحالف القوى، صح أم لا؟ لا، التنسيقية بمعزل عن اتحاد القوى. التنسيقية مجموعة، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا نوابا، ربما نواب سابقين، ربما محافظين طيب سابقين. طيب السيدة لقاء وردي ما تزال إلى الآن جزء من العملية السياسية الدواء. وهي عضو برلمان وهي قالت أنها جزء من تحالف القوى، ما زالت. نعم بالتأكيد. نعم. طيب سيد العزيز، طالبت السيدة لقاء وردي اليوم بوجود قوات برية، قوات برية، معللة ذلك بأن العراق غير قادر وحده على تحرير الفلوجة والمناطق الصحراوية في الأنبار.
هذا الكلام كلام السيدة لقاء وردي، وقبل قليل حضرتك ذكرت لي قلت من هي هذه الأصوات التي ظهرت ومن الذي قال؟ السيد النائب رعد الدهلقي كشف عن جدول أعمال زيارة السيد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وأكد أن من ضمنها مناقشة أزمة تدوير ديالة وحصر السلاح بيد الدولة. من له القدرة على حصر السلاح بيد الدولة في العراق؟ أنا أسألك ذلك. يعني اولا من هو له الشرعية ومن صوته يجب ان يصل؟ يعني السيدة لقاء وردي والسيد رعد الدهلقي هم نواب عن ديالة وعن الانبار، وهناك نواب اخرين ايضا، وبالتالي نعتقد ان ما لم يصدر قرارا موحدا من قبل جهة سياسية منتخبة بشكل واضح لا يمكن أن نقول بأن هذا الرأي هو الاتحاد القوى. نقول رعد الدهلقي أو نقول السيد أحمد الجبوري، هذا الكلام يجب أن نفهمه. بالتالي الأصوات كثيرة والمشهد معقد والأمور تسير نحو يعني حقيقة بصورة غير واضحة. لكن اليوم هل الأمريكان جادين في إنهاء معاناة أهل السنة؟ اليوم كل ما الحكومة العراقية تقول بأننا سوف نقوم بتحرير محافظة نينوى، يظهر مسؤول أمريكي ويقول الوقت لم يحل للتحرير، وكأنما هم بصريح العبارة يريدون أن يحافظون على أن تبقى داعش في نينوى لأكثر فترة ممكنة. اليوم لا يمكن الاعتماد على ما يقوله الأمريكان، والأمريكان يبحثون عن مصالحهم وضمان تطبيق سيناريو التقسيم. جميل. وليس من أجل انصاف السنة جميل. نعم، أو من أجل إنهاء معاناة النازحين أو من أجل هزيمة داعش. نعم. الذين شاركوا في صناعتها. نعم نعم سيادة النائب، أنتقل إليك شيخ ثائر. هنالك رأي أيضا يقول أن العراقيين يبالغون في أحلامهم عندما يتصورون أن أمريكا ستتدخل بسهولة أثر تصريح أو تصريحين من نائب أو نائبين. أمريكا مشهورة بأنها لديها سياسة النفس الطويل، وأن المطبخ السياسي فيها لا يخرج منه القرار إلا بعد مناقشات وبحث وتمحيص، وربما يخرج القرار وربما لا يخرج. هنالك كونغرس، هنالك مجلس شيوخ، هنالك أمور كثيرة تحكم هذا البلد، تحكم تدخله في شؤون بلد آخر. وقد سحبت أمريكا نفسها من العراق ربما بقرارات، جملة من القرارات، فهل تعود له بكل هذه السهولة بناء على مناشدات ومطالبات وصيحات من هنا وهناك؟ تفضل أخي الكريم. إلى الآن ما وجدنا سياسي حقيقي يعرف شنو دا يدور بالساحة السياسية بداخل البلد أو خارج. أجبني البلد. عن سؤالي. نعم. أجبني. السياسة الأمريكية. استوفينا الكلام مع السيد. السياسة الأمريكية واضحة. السياسة الأمريكية لها مصالح الخاصة. السياسة الأمريكية دخلت احتلت البلد على ضوء كذبة من مؤتمر لندن وغيرها، وغيروا الحكومة اللي الوطنية اللي كانت موجودة، وجابونا الحكومات هذه المتعاقبة اللي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه. ومن مشكلة أنه هذول السياسيين ما لهم رؤية سياسية لا بالداخل ولا برا، ليه الآن ما يعرفون شنو الأمور. أمريكا من سحبت من العراق، ما انسحبت بلاش، أمريكا انسحبت من العراق على ضوء المقاومة العراقية اللي كانت حاصلة والخسائر الكبيرة اللي انطتها داخل المناطق السنية بالأخص. من انسحبت من العراق وهيتت علينا داعش وبعد الميليشيات، وصلت السنة إلى أن شافوا الموت حتى يرضون بالسخونة. شفنا الموت، احنا رضينا بالسخونة. وممكن انه نغير سياسات، وممكن انه عدو الامس يكون صديق اليوم. اما هؤلاء اللي يتحدثون باسم السياسيين وبرلمانيين ومعرف ايش، الى الان ما يعرفون انه السياسة الامريكية اسقطت النظام الاسلامي في داخل العراق وفي كل المنطقة بسبب سياسات الاسلاميين الفاشلة بداخل العراق من حزب الدعوة وغيرها. هذه احزاب مسمى باسماء اسلامية، وسقطوا الإسلام في مصر بعد ما ولوهم الحكم، وحاليا سقطوا كل الأحزاب الإسلامية في كل المنطقة. بدأ أنه الناس تريد هسه حكومة علمانية حقيقية مدنية وعدم تدخل المراجع الدينية. وترى أن أمريكا ستسعى إلى ذلك. أمريكا أمريكا تبحث عن مصالحها يا سيد العزيز. نعم. أمريكا لا يهمها عراقي، ما قيمة الشعوب هنا إن كنا ألعوبة. أعود إلى السيد النائب. سيادة النائب، سيادة النائب إن كنت تسمعني.
أسمعك واضح. سيادة النائب ما قيمة الشعوب هنا إذا كانت أمريكا فعلا يعني اليوم الشيخ ذاهر يقول لي هي احتلت العراق وبعد ما احتلت العراق دخلت داعش على المناطق السنية وغيرها وبعدين يعني بما معناه أنها لقنت السنة درسا. لكن أنا أسأل هنا ما قيمة الشعوب إذا كانت أمريكا تحرك من تشاء وتزيح من تشاء وقت ما تشاء، ما قيمة الشعب الذي ينتظر في دقيقة؟ يعني أتفق معه بأن يعني أمريكا جاءت لتقسم العراق، وعندما فشلت في ذلك يعني أوجدت داعش وإفرازاتها وما قابلها، ويعني خلقت هذا الوضع الذي يعني اليوم اللي كانوا يعني صدعوا رؤوسنا بخطب الجلاء لما طلعت القوات الأمريكية، اليوم يعني نفسهم يقولون للقوات الأمريكية تعالوا، وهذا يعني تناقضات يعني ما ممكن إحنا أن نقبل بها. وإذا يعني الشيخ قال الأمريكان طلعوا بالمقاومة في المناطق السنية، اسمح لي هذا الموضوع أستاذنا العزيز. نواب البرلمان اللي يمثلون السنة أو المحافظات السنية المنكوبة هم نفسهم قدموا هذا الطلب. هم احنا جايين النادي كعشائر والنادي كمجتمع مدني والنادي كناس، انتوا هسه اللي تمثلون العرب السنة أو اللي تمثلون المناطق هاي المحافظات المنكوبة مثل ما توصفها. أخي الكريم الله يرضى عنك، انت يا أما تكون في طرحات الله يرضى عنك، بس اسمع مني هذا السؤال. العشائر طالبت يعني أخويا الله يرضى عنك وعن عن عن اللي عينك وعن اللي صعدوا الكلمة لي له للشيخ عين. أخي الكريم احنا ما نريد نضيع الوقت بتنظير وسوالف تعبانة. انتوا هسه اتحاد القوة طلع الناطق ما لا يقول احنا نريد عين القوات الأمريكية للدخول. يا اخي انت تطلع هسه ما تقول لي انت لمن تمثل الاهل الموصل او تمثل المالكي ما طالب له له طيف الذي يمثله ما يرضى هو باتحاد القوى ما يرضى بيهم. سيادة النائب لك كل الاحترام، لديك دقيقة لتتكلم. لا يرضى باتحاد القوى. عفوا شيخ ثائر هذا وقت برنامج، لك وقتك سيد الكريم. يابا خلي يسكت، خلينا حتى اذا تريدون ان نستمر حتى نتكلم. واذا يريد ياخذها فلاحه ملاكه بالعافيه عليه. عمي مو فلاحه ملاكه، يا شيخ ثائر الناس جاي تسمعني وتسمعك. لك دقيقه لترد وربما استنفذتها. معك يا سياده النائب. اولا نقول نحن سنحرر مناطقنا بانفسنا. نعم. وسنخرج داعش وسنقاوم كل الطائفيين والمروجين لتقسيم هذا البلد. نعم سيادة النائب فقط من أنتم؟ نستبدل احتلال عصابات داعش من أنتم؟ بأي احتلال آخر. نعم قلت نحن من أنتم؟ نحن نواب في جميع الوطنيين الذين لا يقبلون بعودة المحتل الأمريكي. نعم النائب أحمد الجبوري، كنت معنا من عمان في برنامج الشعب ينتظر، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك شيخ ثائر وفي نصف دقيقة. حكايات التحرير، ألن تلوموا أنفسكم على هذا الموضوع؟ وموضوع الاستجارة من النار بالرمضاء هذا مو موضوع مفروغ منه ولم ينل منه العراقيون شيئا، وخاصة أبناء المكون السني. في نصف دقيقة. لا المكون السني خلي يسمعوني الكل وإن شاء الله يتبشرون بالخير. اللي يحررون من عمان قاعد بعمان يحرر، خلته يحرر من عمان هو. احنا قاعدين بالبلد، احنا هنا اهل البلد، احنا اللي حرر اراضي، مو هم اللي يحررون، مو اللي جابوا لنا الميليشيات وجابوا لنا داعش. البلد رايح الى التحرير والعراق واحد ما يقسم ولا قاليم صايره على الدبابه الامريكيه مثل ما تحرر بالكلافه. لا دقيقه، على الدبابه بين قوسين ضحك، دبابه امريكيه، دبابه بريطانيه، دبابه سعوديه، ان شاء الله دبابه من المريخ تجينا، بس تنخلص من هل اللي دمرون هم ذولا. البلد ان شاء الله بقيادات سنية حقيقية، واحنا كلها متفاوضة ويا الاطراف الاخرى، وعدنا قوة حاضرة جاهزة ننتظر فتح المعسكرات لرفض المعسكرات بأبناء العشائر. نعم. وهي اللي تحرر الأراضي، لا البرلماني ولا الحكومة. نعم. ولا أحزابه. تمنياتنا أن تكون آمال التحرير
عراقية خالصة، لكن هذا واقع حال الشيخ ثائر ستار هندي أمين عام مجلس العشائر العربية، كنت ضيفي في برنامج الشعب ينتظر. شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين، ونذكر أن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الحلقة. ختاما تقبل ورقة حياة، إلى اللقاء.